ينضم إلينا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي للتعليق طبعا على هذا البيان في أهميته. من حيث الأهمية دكتور رامي والرسالة الموجهة طبعا، وكيف يمكن أن تتلقاها باريس في هذا التوقيت؟ أهلا بك، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن البيان حقق التوازن المطلوب والذي كان يفترض أن تقدمه الإدارة الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية. البيان ركز على أن هنالك رفض للإساءة للأديان، هنالك رفض للإساءة لمعتنقي الأديان ومنهم طبعا المسلمين، رفض للرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بالمقابل التشديد على الحرية الثقافية، التشديد على حرية الفكر، وهذه مسألة أساسية وجوهرية. والفصل ما بين الإسلام كدين يعتنقه 1,700,000,000 من البشر، وما بين الإرهاب والتطرف الذي ترفضه المملكة العربية السعودية كما ترفضه معظم دول العالم بما فيها فرنسا. الخطأ الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية هي الدمج ما بين الاثنين، وهذا ما استغله متطرفون على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وخصوصا ما حدث من قبل تركيا الذي حاول استغلال هذه المسألة لتصوير أن الصراع هو صراع ديني. المسألة ليست صراع ديني، وإنما هي صراع مع التطرف والإرهاب. ولكن الخطاب الرئيس ماكرون، حديثه وحديثه المتكررة بالإضافة إلى بعض المسؤولين الفرنسيين وحتى بيان الخارجية الفرنسية لم يعمد إلى ذلك التمييز الواضح كما حدث في البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية. طبعا أنت سألت عن أهمية هذا البيان، باعتقادي أن الأهمية تكمن في المكان وفي الجهة التي أصدرت هذا البيان. نحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية، قلب العالم الإسلامي وقلب والمؤثر بشكل كبير على المسلمين في كل مكان، وبالتالي الحرب الدينية ليست في مصلحة أي طرف، الحرب الأيديولوجية ليست في مصلحة أي طرف، وذلك يغطي على الحرب ضد التطرف والمتطرفين الذي يحاوله البعض خلال الفترة والأيام القليلة الماضية. طب دكتور يعني رامي، الموقف السعودي واضح ومتوازن كما وصفته حضرتك، ويأتي في سياق تطورات طبعا يعني أثارت جدلا كبيرا تحديدا في العالم العربي. ألا تعتقد أنه اليوم من الضروري بالتفعيل وتعزيز التواصل والتعاون تحديدا من أجل يعني تفادي أو تحصين أي من أي جهة قد تستغل هذه المواقف في أوراق سياسية أيضا أخرى؟ أحسنت، باعتقادي أن ذلك فهم دقيق لما يجب أن يكون عليه الوضع. نعم، نحن بحاجة إلى حوار على مستوى الأكاديمي على المستوى التاريخي، ولكن أن يبتعد السياسيين عن استغلال ذلك من أجل أهداف سياسية، وهذه مسألة أساسية وجوهرية، لأن ذلك يصب في مصلحة التطرف والمتطرفين. كما تعلمين كان هنالك على سبيل المثال، وهذا مثال ربما من عدة أمثلة، كان هنالك رفض للسياسات التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال المرتزقة إلى ليبيا على سبيل المثال، سياسته فيما يتعلق بأذربيجان وفي سوريا والعراق وما إلى ذلك. جاءت هذه القضية وكأنها هدية إلى الرئيس التركي الذي بات ينظر إلى المسألة أو بات يعبر عن ذلك الخلاف في قضايا استراتيجية وهامة وأساسية على أنها خلاف ما بين المسلمين وأوروبا. أوروبا ليست في وارد الدخول في مواجهة مع الإسلام والمسلمين. نعم، هنالك فكر يميني شعبوي موجود على الساحة الأوروبية، ولكن هنا في أوروبا يوجد ملايين المسلمين الذين يعيشون بتناغم مع القوانين الموجودة في الدول الأوروبية. لا يوجد هنالك اضطهاد الذي يتم الحديث عنه. نعم، يوجد هنالك فكر شعبوي، فكر متطرف يجب الوقوف في وجهه كما يجب الوقوف في وجه التيارات الإسلامية المتطرفة التي تريد أن ترى العالم في فسطاطين ما بين الغرب والمسلمين، وهذا الحقيقة ما يجب رفضه وما يجب الحوار من أجل الوصول إلى تناغم ما بين الحضارة الغربية من جهة والحضارة الإسلامية، وهذا الحقيقة ما يدعو إليه بيان المملكة العربية السعودية، وباعتقادي هذا هو الطريق الصحيح. أما فكرة استغلال هذه القضية من أجل الزج لصراع أيديولوجي، ذلك لن يصب في مصلحة أحد، وباعتقادي أن لا مصلحة لفرنسا ولأي من الأطراف الغربية في الدخول في هذا الصراع. طبعا من نافل القول بأن على فرنسا على سبيل المثال أن تصدر خطابا وأن تتخلى عن الخطاب الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية الذي لم يصب إلا في مصلحة التطرف من كلا الجهتين، من جهة أردوغان وعصبته ومن جهة أيضا اليمين الشعبوي المتواجد في الغرب عموما وفي فرنسا وأوروبا على وجه التحديد. شكرا لضيفنا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي.